بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طلاب الصف الثاني الاعدادي، اهلا وسهلا بكم. هناخد النهارده اول درس في التاريخ، درس احوال شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. طيب، ايه احوال العالم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ العالم في الوقت ده كان بتحكمه معايا يا اولاد قوتين كبار، اللي هما دولة الروم ودولة الفرس. دولة الروم كانت بتحتل بعض البلاد العربية، حتى الجاية دي مهمة، مثل مصر والشام، وكانت بتعترف بالديانة المسيحية دينا رسميا للبلاد. بينما دولة الفرس كانت تحتل بلادا عربية برضو، زي مين؟ زي العراق واليمن، وكانوا بيضطهدوا أهلها، وكانت الديانة السائدة عندهم هي الديانة الوثنية. بس يا أولاد، يبقى كان في قوتين كبار، دولة الروم ودولة الفرس. دولة الروم كانت على الديانة المسيحية، دولة الفرس على الديانة الوثنية اللي هي كان بعيد عن إيه؟ عن التوحيد، عبادة الأصنام وغيره. طيب، دولة الروم كانت بتحتل إيه؟ مصر والشام، بينما دولة الفرس كانت بتحتل العراق واليمن. طيب، في ايه تاني؟ الهند يا اولاد مثلا، في دولة تانية الهند في الوقت دوت كان بيبقى عندهم كثير من العبادات البعيدة برضو عن التوحيد، كانوا بيقدسون البقر والزواحف وغيرها من الحيوانات. دي احوال العالم قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هل كان العالم في حاجة لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ليه يا أولاد؟ زي ما احنا كده شفنا في دولة الفرس والهند كان عندهم عبادات ايه في الفرس والهند؟ عبادات بعيدة عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فكان ليه العالم في حاجة لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان يرشد الناس ليه؟ لعبادة الله الواحد الأحد، وينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. ليه؟ ان كان في الوقت ده كان في ظلم وفساد في كل الاجناس وفي كل مجالات الحياة. طيب، شبه الجزيرة العربية قامت فيها حضارات يا اولاد قبل مجيء الرسول، مثل حضارة قوم عاد وثمود. كما قامت فيها دول وممالك. في الشمال كان في دول زي الحيرة والغساسنة، وفي الجنوب كان في ممالك زي معين وسبأ وحمير، وكان في مدن زي مكة ويثرب كانوا موجودين في غرب شبه الجزيرة العربية. طيب، نبتدي نتكلم على مجالات الحياة المختلفة. أولا الحياة الدينية. شبه الجزيرة العربية كانت مهدا لكثير من الأنبياء، زي مين يا أولاد؟ زي سيدنا هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. عشان كده سكان شبه الجزيرة العربية عرفوا ايه؟ عشان هي كانت مهدا لكثير من الانبياء، عرفوا التوحيد والايمان بالله وعبادة الله يا اولاد. لكن مع الوقت، مع مرور الزمن، هيبتعدوا في بعضهم، في عدد منهم هيبتدي يبتعد عن التوحيد، وهتبتدي تدخل عليهم عبادة الاصنام، وكل قبيلة هتتخذ لها صنما. طيب، ورغم كده انتشرت الديانة اليهودية والمسيحية في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية. يعني كان في الديانة اليهودية والمسيحية، بس كانت في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية، وبقى القليل منهم على ديانة سيدنا إبراهيم اللي هي الحنيفية. طبعا احنا عارفين طبعا ديانة سيدنا إبراهيم الحنيفية اللي هي عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. طيب، نخش بعد كده الحياة السياسية. طيب، الحياة السياسية يعني نظام السائد عندهم، نظام الحكم السائد عندهم في شبه الجزيرة العربية قبل مجيء الرسول. عارفين شبه الجزيرة العربية كانوا قبائل، مجموعة من القبائل، فكان النظام اللي سائد هناك هو النظام القبلي. نظام القبلي. يبقى بالنسبة للحياة السياسية، نظام الحكم كان نظام قبلي. قبلي ليه؟ لأنهم كانوا قبائل، شبه الجزيرة العربية كانوا قبائل. كل قبيلة لها شيخ بيحكمها، وبيتم اختياره بين من أفرادها. خلاص يا ولاد؟ يبقى بما تفسر ليه كان النظام القبلي هو اللي سائد، يعني المنتشر في شبه الجزيرة العربية، عشان كانوا قبائل، كل قبيلة بتختار شيخ
من بين أفرادها هو اللي بيتولى شؤون القبيلة، وكل قبيلة لها قانون بيحدد حقوق وواجبات كل فرد عايش داخل القبيلة. طب من أشهر القبائل كلكم عارفين طبعا قبيلة إيه؟ قريش بمكة. وتعريف القبيلة كمعلومة زيادة، هي مش عليك المفهوم، قبيلة هي جماعة من الناس بينتموا لأصل واحد بتجمعهم رابطة الدم والنسب والعصبية. الحياة الاقتصادية، أهل الجزيرة العربية يا ولاد مارسوا الزراعة والرعي والصناعة والتجارة، بس كانت الحرفة السائدة أو المنتشرة في البادية اللي هي الصحراء يا ولاد حرفة الرعي. يبقى الحرفة اللي عندهم اللي كانت سائدة في الصحراء إيه؟ رعي، رعي الحيوانات. بينما الزراعة كانت قليلة، قليلة ليه؟ احنا عارفين شبه الجزيرة العربية أمطار إيه؟ نادرة، فعشان كده كانت قليلة. عرفوا بعض الصناعات زي صناعة الأسلحة، عرفوا صناعة السيوف والرماح. بالنسبة للتجارة، كان أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية، أكثر ناس متميزين في التجارة أهل مكة. ليه؟ إن هم كانوا بينظموا رحلات تجارية زي رحلتي إيه؟ رحلتي الشتاء والصيف، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، مثل رحلتي الشتاء والصيف. طيب رحلة الشتاء بتروح فين؟ إلى اليمن، والصيف إلى الشام. الحياة الثقافية يا أولاد، العرب كانوا مشهورين جدا يا أولاد بالشعر والخطابة، حتى الأسواق بتاعتهم اللي هي مفروض للتجارة ما كانتش للتجارة بس، لأ كان فيها أماكن بيتنافس فيها الشعراء والخطباء، ومن أشهر شعرائهم معايا الشاعر النابغة الزبياني. طب إيه أشهر أسواق كانت عندهم؟ سوق عكاظ وذي المجاز. يبقى العرب، اشتهر العرب يا ولاد بالشعر والخطابة معايا. طيب إيه الدليل على كده؟ ممكن يجي لنا سؤال بتفسر أو يثبت إن العرب اشتهروا بالشعر والخطابة، هنقول لهم ان اسواقهم اللي المفروض تبقى السوق دوت للتجاره كان معايا فيها اماكن بيتنافس فيها مين؟ الشعراء والخطباء، زي اسواق ايه؟ عكاظ وذي المجاز. اخر حاجه هنتكلم عليها الحياه الاجتماعيه. كان المجتمع في الوقت دوت بينقسم يا اولاد الى بدو وحضر. بدو زي دلوقتي كده برضه بنسمع ان بدو، عارفين فين؟ بيعيشوا في الصحراء. بدو بيعيشوا في الصحراء معايا وبيشتغلوا في الرعي، والحضر اللي بيسكنوا فين؟ في المدن وبيمارسوا الايه؟ المهن المختلفة. يبقى المجتمع العربي قديما كان منقسم الى بدو بيسكنوا الصحراء والحضر بيسكنوا ايه؟ المدن. طيب كان عندهم عادات سيئة معايا، عادات سيئة، سلوكيات سيئة، زي ايه؟ وأد البنات. يعني ايه وأد البنات؟ دفن البنات احيانا نتيجة اعتقادات خاطئة عنهم، ولما يجي الإسلام هيلغي هذه العادات السيئة. دفن البنات أحياء هو وأد البنات، شرب الخمر، ثلاثة لعب الميسر اللي هي القمار يا أولاد. طيب آخر حاجة إيه؟ الأخذ بالطار أو بالصقر. طيب كان عندهم بقى بعض الصفات الحميدة، بعض الأخلاق الحميدة، كان عندهم أخلاق حميدة مثل الشجاعة، الكرم، حماية الجار، الصبر، الوفاء بالعهد، لو ادى عهد لحد بيلتزم بيه، العفو عند المقدرة. كما حظيت بعض النساء في المجتمع العربي كان ليهم مكان عالية، امثال مين؟ السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وبكده يا اولاد نكون انتهينا من درس النهاردة، نتمنى لكم التوفيق والنجاح.